حياكم الله مشاهدينا من جديد. في فقرتنا التالية رح نتعرف على أحدث التقنيات للتخلص من السمنة بطريقة آمنة ودون عمليات جراحية، لكن مع زميلتي رنيم في الرياض. إليك رنيم، وألف مبروك على الاستوديو الجديد في الرياض، وايد حلو الديكور عجبني. تسلم يا هدى، وفعليا يعني اسمحي لي بداية أشكر ما شاء الله كل الشباب هنا في الاستوديو في الرياض. في شباب ضلوا في الاستوديو ما ناموا لنطلع في الوقت المحدد، والحمد لله أنجزنا المهمة، والفعل لكم إن شاء الله يا هدى والجدة أكيد. يعطيهم ألف عافية. شكرا لك يا هدى، وكثر الجدل والكلام حول علاج، تسلم يا هدى. إذا مشاهدينا، كثر الجدل والكلام حول علاج السمنة والتخلص منها كونها طبعا من أهم أمراض العصر، وذلك بسبب انتشار الكثير من العادات الغذائية الخاطئة، إضافة إلى الأسباب الخارجة عن الإرادة كالوراثية مثلا. من هذا المنطلق أقيم الأسبوع الماضي مؤتمر صحفي في فندق الفور سيزنز في الرياض للحديث عن التقنية الحديثة الكبسولة الذكية، وطبعا سيدتي كانت هناك، والتفاصيل في التقرير التالي. أقيم حفل إطلاق أحدث تقنيات تخفيف الوزن وعلاج السمنة بطريقة آمنة وبدون أي جراحة للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، بحضور نخبة من أطباء ومختصين في كل ما يتعلق بالصحة وتخفيف الوزن في مدينة الرياض. تعد البدانة مرضاً واسع الانتشار في مختلف أنحاء العالم، إلا أن هذه التقنية المبتكرة لعلاج أمراض السمنة في الشرق الأوسط، وهي ما تعرف ببالون المعدة السهل، ستكون بمثابة حل للتخلص من الوزن الزائد، الأمر الذي سيترك آثاراً إيجابية مهمة في حياة الكثيرين. من جانب آخر، أكد المختصون ارتفاع معدلات السمنة في المملكة العربية السعودية بشكل لافت في السنوات الأخيرة، وكشفوا أن النساء هن الأكثر إقبالاً على عمليات معالجة السمنة والتخلص من أثرها بنسبة تصل إلى 80%. لبرنامج سيدتي دانا دلقموني الرياض.